اوكي، هتعلم في الدرس ده دلوقتي اني اعرف ازاي اعمل شكل وابدا اكرر الشكل بسرعه جدا، واعرف منه مبادئ خفيفه قوي للرسم. اول حاجه هعمل هنا دايره وهتكون من غير خط، وهتكون مثلا بالشكل ده، وهاجي على دايره جواها في لير تانية هنسمي ده وليكن فيس، ودي ايز، وهاجي هنا وبالت هسحب الناحية التانية، وباجي على الدايرة تاني وباجي حاجة بالشكل ده، وكمان بعمل الأنف بالشكل ده كده، وانا قسمت الوش بتاعي لشوية حاجات كده. طيب هعمل ايه تاني؟ دي احنا قلنا ده الايز، هناخد ده كت كنترول اكس، وهعمل طبقة تانية او لير تانية اسمها النوز، وهضغط كنترول شيفت في هتنزل في مكانها. ده الماوس كنترول اكس، باجي فوق، ده الفم كنترول شيفت في بينزل مكانه، وهعمل كمان الودان بتاعته هتبقى ورا الفيس، هتبقى تحتيه، حاجة هنا بالطريقة دي. وهاجي بالت واخد واحدة تانية، يعني شبيه شخصية ميكي ماوس. شخصية ميكي ماوس كلها دواير، لو بصيت على الوش هتلاقي كله دواير. هناخد هنا بالكيو شوية، هفتح ده شوية كده، عملت حاجة زي كده. طيب فوق الايز هعمل نن العين اللي جوه، فباخد هعمله مثلا باللون الاسمر، او ممكن اخد النوز دي، يلا مش مشكلة، واروح عامل ده واخده كت بالطريقة دي. يبقى انا عملت بسرعة جدا حاجة زي كده. طبعا عايز اعمل لسان، اللسان هيبقى فوق الماوس، عندي هنا اللون اللي بيتي، واجي اعمل حاجة زي كده مثلا، بالشكل ده اكبر شوية، وباجي بالكنترول بضغط ضغطة بسيطة بيعمل لي مثلا حاجة زي كده. كبر شوية، يبقى انا عملت كده شكل بأسرع ما يكون. ممكن اضيف له شوية حاجة ديتيلز، ممكن اخلي الارضية دي حاجة زي كده مثلا، وبعدين عشان يبان فيها القلم الحبارة بعمل بحدد بقى الشكل بتاعي بالشكل ده اهو، ممكن زي ما انت عايز، وممكن كمان تضيف هنا، اشيل ده خالص، اللون البرتقاني الفاتح شوية، حاجة مثلا بالشكل ده. يبقى حاجة كده بالشكل ده. ممكن كمان اضيف شوية ديتيلز على الانف، اعدل، ممكن اضيف هنا على الاذن الايرز، فوقيها دايرة سمراء، ممكن ارسمها هنا وهنا في النص بحيث هتبقى عاملة زي ده. فانا ممكن اخد دي بالت
بالشكل ده عشان عايز اخليها الدايرة دي ورا الوش ده، يبقى تحتي، يبقى اقطع كنترول اكس وباجي تحت فوق الايرز في اللير دي كنترول شيفت في، بعمل حاجة زي كده مثلا كيو في، باخدها بالت ونزلت شوية كمان ممكن اخلي الاتنين دول لونهم مختلف شوية، يبقى حاجة زي كده مثلا او حاجة مثلا براحتك. حاجة زي كده، واخلي الباك جراوند مثلا سمرا عشان تبان. وده كان درس النهاردة، شكرا، السلام عليكم.